هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 5. النهارده ان شاء الله شرح وحل كتاب المعاصر الصف الخامس الابتدائي انجليزي 2023 الترم الاول الوحده الثالثه الدرس الاول. يلا بينا نبدا بسم الله. يونت 3 بعنوان، تعالوا نقرا كده عنوان اليونت ايه. هاو دو اي لوك، هاو كيف انا ابدو، يعني انا شكلي عامل ازاي. تعالوا كده نشوف في lesson 1 في page 120 في كتاب المعاصر. في lesson 1 هو بيتكلم عن رحلة للفيوم. بصوا كده التايتل بتاع الليسون، عنوان الليسون ايه؟ Our trip to الفيوم. تعالوا نقرأ كلمات درسنا عشان نعرف نقرأ الدرس. اول كلمة معايا هي sweater. sweater sweater يعني بلوفر، sweater. كمان عندي تيشيرت برضو بالانجليش تيشيرت، تيشيرت. بلطو يعني جاكيت طويل اسمه كوت، كوت. بيجامة اسمها بيجامز، بيجامز، بيجامز. طرحة اسمها سكارف، سكارف، سكارف. نظارة الشمس اسمها سان جلاسز، سان شمس وجلاسز نظارة، سان جلاسز. كمان حذاء الرياضي اللي بتلعب بيه الكورة اسمه سنيكرز، سنيكرز، سنيكرز. العقد اللي بنلبسه اسمه نيكلس، نيكلس، نيكلس. نيك يعني رقبة، فهو العقد اللي بيتلبس على الرقبة. حقيبة السفر الشنطة اللي باخد بيها حاجاتي وانا مسافر اسمها سوت كيس، سوت كيس. لما انت تلبس حاجة مخططة يعني تيشيرت او اي لبس يكون مخطط، مخطط يعني سترايبت، سترايبت، سترايبت. كمان عندي بصوا كده هنا، لو انت لابس حاجة منقطة، ها منقط يعني سبوتد، سبوتد، سبوتد. كمان جلابية اسمها جلابية، وشورت السباحة اسمه سويمينج شورتس، سويمينج شورتس. كمان عندي زي موحد يونيفورم، يونيفورم. محبوب لوفلي، لما اوصف حاجة انها جميلة او محبوبة تبقى لوفلي. مشمس معناها صني، ورحلة قصيرة مدتها يوم أو يومين trip، trip. تقليدي حاجة متعارف عليها traditional، traditional. والتي اي او بتتنطق بصوت ش، traditional. كمان حديث أو الوقت، في الوقت الحاضر modern، modern. لؤلؤة اسمها pearl، pearl، pearl. من صنع الإنسان يعني حاجة الإنسان اللي عملها اسمها man made، man هنا بيقصد بها الإنسان. مدينة الفيوم الفيوم، ذهب معدن الذهب gold، حمام سباحة. بدل ما أقول swimming pool أقدر أقول pool بس. مشوق أو رائع، لما أوصف حاجة إنها رائعة بقول عليها exciting، لو بقول على الرحلة إنها رائعة. مركز تسوق يعني مكان بنروح بنشتري منه حاجات كتيرة زي كارفور، هايبر، شوبينج، شوبينج مول. الاس اتش طبعا حرف الشين، شوبينج مول. مريح كومفورتبل، كومفورتبل، كومفورتبل. تمام. الار سايلنت. ناتشرال طبيعي، التي يو ار بتتنطق تشار، ناتشرال، ناتشرال، حاجة طبيعية. خطوط سترايبس، سترايبس. حد متحمس لحاجة يعني excited، وأجازة أو عطلة holiday. طيب تعالوا بقى للأفعال اللي كل درس بنحفظها وبنحوشها في مخنا كده زي الحصالة. أفعالنا النهاردة هي pack يعني يرتب شنطته للسفر، pack، pack. wait ينتظر، wait، 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 waited. remember، remembered. walk يمشي، ال L silent مش بننطقها والماضي منها walked. يعرف no، ال K silent no، no، no. where، wore، where، wore. take، took. تعالوا نشوف أهم التعبيرات اللي هتجينا في درسنا. هي walk around يعني يمشي حول، يعني يتجول، يعني في المدينة مثلا أنت بتتجول في شوارعها.
in the evening في اوقات المساء in the evenings. بصوا الاس هنا اس الجمع evening بس معناها مساء واس هنا خليتها في كل اوقات المساء. dress up معناها يرتدي يلبس برضو زي wear تمام. of course يعني بالطبع. for ages يعني من وقت كتير قوي من مدة طويلة. come on يعني هيا تقدم. come on on your feet يعني في قدميك. with stripes يعني لو قلت ان الملابس دي بخطوط فيها خطوط with stripes تمام. طيب تعالوا نحل الاكسرسايز في كتاب المعاصر ده على طول وهو مديني كلمات ومطلوب مني ان انا اكمل الجمل دي بالكلمات دي. الكلمات هي suitcase يعني شنطة السفر. بجامز بيجامة. شوز حذاء. وكوت بلطو. وهاند يد. اول جملة عندي at bed time يعني في وقت النوم. bed معناها سرير وbed time على طول كده معناها في وقت النوم. I put on my a put on دي يعني برضو ارتدي. يبقى احنا كده خدنا النهاردة كام حاجة معناها ارتدي put on وكمان dress up وكمان wear تمام. كلهم معناهم يرتدي. طيب put on هنا معناها يرتدي. بيقول لي في وقت النوم I put on my a يعني انا بحط عليا برتدي الايه البجامز. number 2 she puts on her she puts. خدت بالك هنا لما كان الفعل I حط بوت عادي من غير الاس لكن لما يكون الفعل she لا بضيف للفعل اس. she puts on her هي بتلبس ايه. طب انا مش عارفة اكمل الجملة التانية كده واشوف اعرف ان هقول هي بتلبس ايه. hat and gloves يعني طاقية وجوانتي in winter في الشتاء فاكيد بتلبس كمان في الشتاء الكوت البالتو. number 3 he packed a small a for the weekend. packed يعني رتبت شنطة السفر فاكيد suitcase. number 4 I wear black انا برتدي ايه اسود on my feet shoes اكيد طالما في رجلي يبقى on يبقى shoes. تعالوا كده turn the page ويلا نروح بقى نشوف النص بتاعنا درسنا النهاردة ايه واحنا دلوقتي في page 122 ويلا نشوف. هنا بصوا الام بتتكلم مع ابنها وبتقول له ايه. بصوا هنا الام بتقول امشوا معايا يا ولاد بالقلم كلمة آسر we need آسر احنا بنحتاج to pack our suitcases need to بنحتاج ان احنا نرتب شنطنا for هنا حرف اللام ل our holiday tomorrow علشان اجازتنا بكره. الولد بيرد عليها وبيقول لها اكيد طبعا مجرد ان هو سمع بس خبر شنطة السفر واجازة وكده قال لها it's so exciting يعني هذا رائع جدا انه رائع جدا تمام. طبعا it's دي يا ولاد اختصار ل it is. I can't wait انا مش قادر ان انا انتظر to go to الفيوم لان انا مش قادر ان انا انتظر ان انا لسه هستنى اروح الفيوم to see لكي ارى to هنا لكي ارى uncle حاتم عمي حاتم and aunt ملك وtant ملك and of course فارس and دينا وبالطبع اكيد اولادهم فارس ودينا فهو هنا متحمس قوي لزيارتهم. كمان هنا الام بقى بتقول له I know انا عارفة I'm excited to see them انا كمان متشوقة ومتحمسة ان انا اشوفهم to ايضا احنا haven't seen them for ages احنا ما شفناهمش من فترة كبيرة them هنا مقصودة هم but come on لكن تعالى we need to pack لكن يلا بقى بطل كلام وتعالى بقى نرتب شنطنا. راح الولد رد عليها وقال لها okay I need to pack my green t-shirt انا هحتاج ان انا ارتب واحط بقى في شنطتي املى شنطتي بقى باك يعني املى شنطة السفر بايه بقى my green t-shirt يعني التيشيرت بتاعي اللي لونه اخضر and my swimming shorts وكمان مايو السباحة لان because دي بقى هنشاء نعرف ليه because علشان they have هم عندهم a lovely pool حمام سباحة جميل don't they مش كده بيأكد على مامته مش صح عشان هو بقى له فترة كبيرة ما راح لهمش. مامته بتأكد على كلامه بتقول له yes ايوة and remember your sunglasses
وافتكر نظارتك ما تنساهاش. It will be very sunny. It هنا يعني الجو هيكون will be سوف يكون مشمس جدا. الولد بيسألها وبيقول لها will I need a coat and a scarf؟ هل سوف احتاج بلطو وشال؟ السكارف شال او طرحه يا ولاد، تمام زي كوفيه كده. فبتقول له نو آسر، لا يا آسر. يو وونت، لا مش هتحتاج. بات يو شود باك ا سويتر، لكن انت لازم تحط في الشنطه بي سويتر يعني بلوفر. ات كان بي كول ان ذا ايفنينجز، يعني الجو ممكن يكون بارد يعني او بيميل كده للبرد شويه في اوقات المساء. الولد رد عليها وقال لها اوكي I'll دي اختصار ل I will، انا سوف pack my blue sweater يعني انا هحط السويتر البلوفر بتاعي الازرق. That's my favorite، ده اكتر حاجه بحبها. دايما في لبسنا كده بيكون في حاجه قطعه ملابس كده بتكون بنفضلها اكتر من اللبس التاني، وطبعا that's دي اختصار ل that is ودي اسم اشاره. الام بقى بترد عليه تعالوا نروح للصفحه الثانيه وبتقول له يول نيد، يعني يول نيد انت سوف تحتاج يور سنيكرز، انت هتحتاج الحذاء الرياضي بتاعك. بيكوز علشان وي ويل بي ووكينج اراوند، احنا سوف نتمشى كده نتجول الوت، احنا هنتمشى كده ونتجول في المدينه هناك كتير. اند يو نيد، وانت هتحتاج تو وير سمثينج، ان انت تلبس شيء ما كومفورتبل يعني مريح on your feet في قدمك. الولد رد عليها وقال لها what about my best جلابية، ايه رأيك what about ايه رأيك في الجلابية افضل جلابية عندي. Will I need the one that grandma gave me، هل انا هحتاج الجلابية اللي جدتي جابتها لي. فالام ردت عليه وقالت له no you won't، لا مش هتحتاجها. but لكن I will، أنا سوف take my gold necklace، أنا سوف هاخد إيه بقى العقد الذهبي الخاص بي. فالولد رد عليها وقال لها okay what else do I need، ماذا أيضا أنا هحتاج، إيه اللي أنا هحتاجه تاني. وبعدين قال لها oh I know، أيوة أنا عرفت، my pajamas البيجامة بتاعتي. I will take the ones، هو هنا ليه ال ones، عارفين ليه؟ علشان بيجامة فيها اس، بجامة بعملها معاملة الجمع، اي حاجة من قطعتين هتلاقوها بتتعامل معاملة الجمع، زي نظارة برضو جلاسز بيعملوها برة معاملة الجمع، على اساس اي حاجة مكونة من جزئين، البجامة متكونة من الجاكت البجامة والبنطلون، فالبنطلون والجاكت فالتين جزئين، فعلشان كده بيعملوه معاملة الجمع، علشان كده قال the ones، يقصد بيها البجامة. With the stripes، البجامة اللي ايه اللي بخطوط، they are really cool، هي هو قال برضو زي، قال زي على البيجامة، قال انها لطيفة قوي. خلي بالك ما هو cool معناها لطيف ومعناها بارد، يعني هو وصف الجو ان هو ممكن يكون بارد في المساء. ماما قالت له ان الجو ممكن يكون بارد هنا، بصوا كده اهي، ماما لما قالت ان الجو ممكن يكون في المساء بارد قالت cool برضو اهو، وهو هنا لما وصف البيجامة انها لطيفة او جميلة قال cool، تمام كل ليها المعنيين. طيب تعالوا كده نروح كده للجزء ده بين الناريتور يعني الكاتب الراوي اللي بيروي لنا القصه دي وبين السبيكر المتحدث. الناريتور نمبر 1 بيقول لنا ايه، يوسف went to the shopping mall، يوسف ذهب للتسوق. he bought some striped pajamas، هو اشترى بعض الايه البيجامه المخططه. بعد كده نمبر 2 نسمة went to the park، نسمة ذهبت للحديقة. she took a spotted umbrella، هي أخذت الشمسية المنقطة. كمان أميرة went to school، أميرة ذهبت للمدرسة. she wore، هي ارتدت her striped uniform، الزي بتاعها الزي بتاع المدرسة اليونيفورم الزي الموحد المخطط. وائل played the rain، وائل بيلعب in the rain في المطرة. he wore a coat، هو ارتدى بلطو and a spotted scarf، وكوفية او شال منقط. طيب تعالوا نروح لبيج 124 كده ونشوف مع بعض جزء اللانجوج ده. اللانجوج هنا بيقول لي ازاي ان انا اكسبرس اعبر عن الاحتياج لفعل شيء معين. نيد هنا معناها احتاج، نيد معناها احتاج. خلي بالك لما نيد بتيجي بعدها تو
need to احتاج ان، احتاج ان بيجي لازم بعدها الفعل في المصدر، لازم في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ يعني الفعل بصورته العادية خالص من غير اي اضافات، ما فيهوش ولا اس ولا اي ان جي ولا دي ولا اي حاجة خالص. لو خدنا اكزامبل على الكلام ده، I need، انا احتاج to unpack، ان انا ارتب my green t-shirt، ان انا يعني ارتب في شنطتي التيشيرت الاخضر بتاعي. طيب هنا خلي بالك، لما تأمر حد بحاجة تديله order. يعني ماما لما قالت لابنها آسر، قالت له تعالى، come on، هيا يلا، فقالت له come on. مبدأ الجملة بفعل أمر ببدأه في المصدر من غير أي إضافة، come on، come on، come on. لازم الفعل يبدأ في المصدر بصورته العادية خالص. لما قالت له come on we need to pack our suitcases for the holidays، وهو رد عليها وقال لها that's exciting. سوري. هو بس كده درسنا ده خفيف على فكرة. تعالوا نحل بقى عليه علشان نأكد اللي احنا فهمناه. يلا بينا، احنا دلوقتي في بيج 124، ويلا كده جهزوا معايا ونستعد للحل. ها السؤال هنا معايا، بصوا كده، هو مديني دايالوج ومطلوب مني ان انا اكمله بالكلمات اللي مديها لي قدامي. خلي بالك انت تركز قوي، طريقة حل السؤال ده ان انت تترجم كل كلمة الاول، تعرف معناها، وبعدين تقرا الجمله وتشوفها محتاجه اي كلمه. تعالوا نقرا الكلمات. remembers، طيب remember يتذكر، يفتكر. فاكرين مش احنا قريناها اهو؟ فين بصوا، تعالوا كده هنا اهي، remember صح، ايه ده من غير اس مش كده؟ طيب امال هنا ليه حاطط فيها اس؟ طالما فيها حاطط فيها اس، يبقى يا شطار اكيد الفعل ده هيجي بعده او شيء، صح كده؟ ليه؟ لان بعد هي او شي لازم الفعل اضيف له اس، لازم الفعل اضيف له اس. طيب تمام، اخلي بالي من الحاجات الصغيرة دي قوي، عشان كده انا برتب نفسي للحل. اهم من الحل نفسه وان انا اتسرع في الحل، ان انا ارتب الحل كويس قوي في دماغي، صدقوني بتفرق جدا. طيب need معناها يحتاج، واكسايتنج يعني رائع، وبرينج معناها يحضر، وريممبر يتذكر، اهي ريممبر من غير الاس، ودي remembers بالاس. تعالوا نشوف يا ترى هنختار انهي واحده فيهم. مام هنا بتقول لنا وي احنا ايه تو باك، ان نرتب شنطتنا، our suitcases شنطنا، for our holiday tomorrow، لاجازتنا بكره. احنا ايه؟ احنا بنحتاج يعني ايه؟ need. برافو عليكم، need. طيب تعالوا نقرا كده، علي بيقول ايه؟ اوكي اي نيد، انا احتاج تو باك ماي سويمينج شورتس، المايو بتاعي، بيكوز اور فريندز، لان اصدقائنا هاف ا لافلي بول، دونت زي. ماما ردت عليه وقالت له يس اند نوت يور سان جلاسز. ايه بقى يور سان جلاسز؟ ها عايزه تقول له وافتكر نظاره الشمس بتاعتك، it will be very sunny. هي لما هتقول له دلوقتي افتكر، ده فعل امر صح؟ طيب هيجي في المصدر ولا معاه في اس؟ اكيد هيجي لوحده في المصدر، فهختار remember. تمام، يبقى هختار number 2 remember. طيب علي بقى هيقول لها ايه؟ will I need to، هل انا هحتاج ان ايه؟ ماي جلابيه. هل انا احتاج ان احضر bring، احضر bring برينج. تمام، طيب بعد كده ماما بقى بتقول له نو يو وونت، لا مش هتحتاج. فعلي رد عليها وقال لها ايه؟ هذا رائع. دايما بصوا، شايفين علامه الاكسكليميشن مارك دي؟ علامه التعجب، دايما دي بتيجي بعد الصفات، يعني ذاتس اكسايتنج اللي هي الشعور، هو بيشعر هنا بالحماس، اكسايتنج. تمام، طيب تعالوا نروح لبيج 125 كده ونكمل حل الأسئلة، ودي الجنرال اكسرسايزز على ليسن 1. وأول درس عندنا برضو كلمات، وعندي دايالوج وهكمل الدايالوج بيه. خلي بالكو الحل الكتير بيثبت المعلومة عندك وبيخليك أشطر ومتعود على الحل، إيديك واخدة على الحل، فلما تشوف الامتحان إن شاء الله يكون سهل عليك ومش هتبقى مرتبك ولا حاجة. بصوا كده الكلمات، swim يعوم، course ناقص لها of وتبقى of course، فاكيد هيبقى قبلها of course. يبقى انا كده رتبت ان انا هدور على ايه؟ هدور قبلها على كلمه of، على حرف الجر of. swimming اللي هي السباحه، exciting رائع، وباك معناها يرتب الشنط. طيب
طيب تعالوا نشوف بقى، مام بتتكلم مع آية، ده دايلوج صغير بين ماما وبين بنتها آية. ماما بتقول لها آية we need to، احنا بنحتاج ان احنا ايه our suitcase. خلاص بقى انت كده عرفت ان احنا اول ما نشوف suitcase، suitcase اللي هي شنطة السفر، يبقى على طول هيجي معاها الفعل ايه pack. يبقى انت تربط كده، اربطوا يا اولاد بين حاجة وحاجة. احنا هنربط بين suitcase وبين الباك. suitcase بين حقيبة السفر وبين الفعل باك. باك لما تلاقي سوت كيس انت هتحط الفعل ايه باك، اللي هو يرتب الشنط. تمام، يبقى الفعل باك، الفعل باك بيجي مع سوت كيس، سوت كيس حقيبة السفر. خلاص يبقى انا كده خلاص ثبتت في دماغي اني لما الاقي كلمة سوت كيس هحط معاها الفعل باك. اتس سو ايه، انه ايه، سو ايه، وفي علامة تعجب، هي ايه بقى؟ It's so exciting. Exciting، انه فعلا رائع جدا. So جدا. Exciting. Exciting، رائع. ماما بتقول له Yes and remember you sunglasses. ايوة وافتكر نظارة الشمس بتاعتك. اي بتاعتك. اي بقى بتقول لها Will we go ها. الفعل go هنا هيجي قبل الرياضة اللي هي swimming، السباحة. بتقول لها هل احنا سوف نذهب للسباحه؟ ويل وي جو سويمنج، ما ينفعش جو يجي بعدها سويم بس، خلي بالك. لا غلط، سويم دي فعل معناها يعوم، لكن سويمنج السباحه نفسها. تمام، سويمنج. تمام، ماما بترد عليها وبقى بتقول لها يس اوف كورس، اهو شفتوا اهي اوف كورس. ايه بقى خلاص قالت لها ذاتس جريت، هذا رائع او عظيم. تعالوا في السؤال الثاني، برضو هيديني كلمات ومديني بقى التكست صغير كده المفروض ان انا هقراه واكمل بيه الكلمات اللي فيه. كلمة purple يعني لون موف، وتيك يأخذ، وسوت كيس حقيبة سفر، وتيشيرت يعني تيشيرت، وباك ظهر. تمام، خلي بالك من باك دي وباك دي، هو بيلخبطك. باك بي سترونج. تعالوا نقرا. I am نهى، انا نهى. I'll pack my، أنا سوف أرتب إيه؟ سوف أرتب إيه بقى؟ For our holiday، أنا هرتب إيه للأجازة بتاعتي؟ ها بتقول لها هنا، تعالوا نشوف كده. بتقول لها أنا هرتب I'll pack my إيه؟ خلي بالكو، مش إحنا شفنا فوق كلمة suitcase حطينا عشانها pack صح؟ طب هنا بقى جايب العكس، جايب لكم باك، يبقى هتحتاجوا تحطوا ايه سوت كيس. شفتوا تربطوا بين فعل وبين الاسم اللي بيجي بعده، يعني اهو باك لازم باك يجي بعدها ايه سوت كيس. تمام، طيب tomorrow بكره I am excited، انا متحمس. I need to pack my green green t-shirt، green t-shirt. تمام، I won't need a coat but I should ايه my sunglasses، لكن انا هاجب عليا ايه اخد، اخد يعني ايه take، take، take. I'll pack my ايه، انا سوف هحط ايه بقى، هرتب في شنطتي السويتر الايه، اكيد البيربل اللون، اكيد هو لون يعني بلوفر لونه بيربل. It's cold at night يعني الجو بيبقى بارد بالليل. طيب تعالوا نكمل كده وهنروح لإكسرسايز رقم 3 وهو رتب، ومهم قوي قوي في سؤال رتب ده يا ولاد ان انتوا تبقوا عارفين انا هرتب جملة ولا سؤال. تعالوا نشوف كده، هي هنا دي جملة بيقول لي ايه هنا بقى is where visit she going to uncle. طيب انا مهم قوي قوي ابقى عارف في مخي ايه ترتيب الجملة. تكوين الجملة في اللغة الانجليزية بيتكون من الفاعل وبعد كده الفعل، الفاعل وبعد كده الفعل. تمام، وممكن يجي لو في فعل مساعد في الجملة لا هيجي الاول وبعدين الفعل الاساسي. طب يلا تعالوا نشوف، بصوا هنا بيقول لنا is ده فعل مساعد، وهير يعني حاجة ملكها هي، حاجة بتاعتها هي تخصها، وفيزيت يزور، وشي هي الفاعل، وجاينج تو سوف، وانكل معناها عم. فانا هختار هنا اول حاجة اكيد اكيد الفاعل اللي هي الشي اللي هي تحتها خط اصلا. تمام، فانا اخترت الشي. طيب بعد شي هختار الفاعل، مين الفاعل هنا؟ تعالوا ندور عليه. انا عارفة ان انا بختار الفاعل، الفعل بس لو لقيت فعل مساعد يبقى هعمل ايه؟ هختاره الاول، يبقى هي سوف
She is going to. She is going to. هي is going to على بعضها كده معناها ايه؟ تعالوا نشوف. بصوا يا اولاد اهي going to ديت معناها سوف. going to معناها سوف، تمام؟ going to معناها سوف بتعبر لي عن حاجة لسه هتحصل، بس هي في الحقيقة ليها شروط. ايه بقى؟ لازم يجي قبلها الفاعل وام او is او are، وبعدها الفعل في المصدر. اهي going to اهي معناها سوف، بس لازم قبلها ام او is او are وبعدها الفعل في المصدر. طيب يلا تعالوا نشوف. هنا هقول ايه بقى؟ هقول she ها هيجي بعدها ايه؟ is ها going to هي سوف. يعني انا اول ما اكتب she اول حاجة اهي خلاص كتبت هي، وما اكتب بقى يا ولاد is واكتب going to يعني هي سوف، انا كده كتبت هي سوف. هي سوف ايه بقى؟ visit. هي سوف تزور ها عندي هير وعندي انكل، عندي اسم وعندي صفة ملكية. هير معناها حاجة ملكها هي، هير هير. عارفين لما نقول قلمها كتابها، عارفين الها اللي في العربي دي؟ هي الهير، هي الهير، تمام؟ فهنا هقول ايه؟ هير انكل، هير انكل عمها، يبقى she is going to visit her uncle، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده number two. نمبر 2 بيقول لي بقى about sneakers what وmy. هنا ده أداة استفهام، ده سؤال عرفت منين؟ أدي أداة استفهام اهي وعلامة استفهام في الآخر. أول حاجة هي ال what، what اهي، وبعد بقى what أكتب ايه بقى؟ ها what about. what about ده يعني expression كده على بعضه معناه ايه؟ بصوا what about، عارفين لما أقول لحد ماذا عن، ايه رأيك؟ هي كلمة what about دي. What about؟ What about؟ وماذا عن my sneakers؟ يعني مثلا الولد بيقول لمامته وإيه طيب هعمل إيه في السنيكرز بتاعي؟ هاخده ولا ماخدوش؟ What about my sneakers؟ دايما لما يجي اسم يا ولاد بحتاج قبله صفة الملكية. My sneakers، my sneakers. ما ينفعش طبعا أقول sneakers وبعد كده my. طيب number three، need و I و will و necklace و the، وعندي علامة استفهام يعني ده سؤال. طب هو بدأ بإيه؟ بدأ بويل، ويل بدأ بإيه؟ بويل، يعني هكتب أول حاجة ويل أهو، ده فعل مساعد. طيب في تكوين السؤال لازم بعد الفعل المساعد بيجي الفاعل، فين الفاعل هنا؟ دوروا معايا كده أهو آي، ويل آي، تمام. ويل آي إيه بقى؟ ويل آي يجي بعدها الفعل، فين الفعل؟ ما أنا أبقى عامل لنفسي كده قاعدة، فعل المساعد الأول بعدين الفاعل وبعد كده الفعل اللي هو نيت. ويل آي نيت ها عندي نيكلس وذا، ذا اللي هي الالف واللام بالعربي، عارفين يعني اهو ذا اهي هي ال بالعربي. انتوا بقى في العربي هتقولوا النيكلس عقد ال ولا العقد؟ اكيد طبعا العقد صح، يبقى هقول ذا وبعد كده نيكلس، يعني كده تعالوا كده نشوف كده ها هقول ايه بقى وعلامه الاستفهام طبعا. will I need the necklace؟ هل انا، هل سوف انا احتاج العقد؟ تمام بصوا ترتيبها، هل سوف انا، لان الفعل المساعد لما ابدا بيه السؤال بيبقى معناه هل، هل سوف انا احتاج العقد. طيب نمبر 4 really فعلا او حقا. cool لطيف، لو انا بوصف حاجه we are دي are اللي هي الاختصار المفروض اللي هي are يعني تمام، وmy pajamas my pajamas ها يعني الار دي يا اولاد اختصار للار دي اهي، بصوا عشان تبقوا عارفينها، شايفين ار دي؟ ار دي اهي اهي الاختصار بقى، هو جايبها لك مختصر هنا، بشيل الاي بحط بدلها الابوستروفي والار والاي. فهنا اول حاجه دي جمله، فهيكتب الجمله العاديه خالص وهيكتب ماي بيجامس، تمام؟ وماي بيجامس دي هي الفاعل هنا عندي في جملتي دي ماي بيجامس. طيب بعد الفاعل هجيب الفعل، فين الفعل كده؟ دوروا معايا ها ها اهو الفعل اهو اللي هو ار، تمام؟ وممكن اكتبه بنفس اللي هو كاتبه كده. ار ايه بقى؟ ار لطيفه. هقول كول ريلي ولا فعلا لطيفه؟ لا اقول فعلا الاول وبعد كده الصفه،
فهقول really تمام اهي really cool واحط علامه الاكسكليميشن في في الاخر يعني هقول ان انا ايه يعني البيجامه دي عجباني قوي فانا بقول ايه بقى my pajamas are really cool. طيب نمبر 5 بقى عندي نهى وعندي هير وعندي سويتر وعندي داز وعندي تيك هاخد ايه اول حاجه الفعل المساعد داز تعالى يا داز ده كده الفعل المساعد انا محتاجه اكتب ايه بعد الفعل المساعد الفاعل دوروا معايا كده على الفاعل الفاعل هنا نهى اهو ما هو الفاعل ده بيكون اسم شخص صح او بيكون اي او يو او وي او زي او اي ضمائر من ضمائر الفاعل فانا هكتب هنا نهى كتبت داز نهى داز نهى هل نهى هل نهى فين الفعل الاساسي تيك تعالى يا تيك هل نهى تيك هتاخد ايه بقى عندي هير وسويتر اتفقنا ان الصفة الملكية دي هي اللي بتيجي الاول يعني هقول هير سويتر سويتر اهو تعالوا كده يلا نقول السؤال بقى does نهى take her sweater هل نهى تاخد السويتر بتاعها تعالوا نروح لبيج 126 كده ونحل مع بعض السؤال الرابع وعندي هنا بيقول لي اقرا واختار الاجابه الصح نمبر 1 she wears هي بترتدي ايه بقى around her neck حول رقبتها بترتدي ايه حول رقبتها بصوا اهي نك اهي نك يعني رقبه فالعقد يعني ايه العقد يعني نيكليس نيكليس طب نمبر 2 ريممبر افتكر تو تيك ان تاخذ يور ايه طيب انا مش عارف طب ما هو ممكن ان انا لو انا ام مثلا هقول لابني افتكر ان انت تاخد نظاره الشمس او الطاقيه او التيشيرت او البيجامز ايه اللي هيخليني اعرف الكلمه اللي ناقصه الجمله اللي بعدها بقيه الكلام لازم اقراه تعالوا نقرا بقيه الكلام كده بتقول له ايه بقى تو بروتكت تو بروتكت لكي تحمي your eyes علشان تحمي عينيك اهو شفتوا يبقى اكيد ايه علشان تحمي عينيك اكيد هتاخد السان جلاسز نظاره الشمس صح طيب نمبر 3 when i travel معناها عندما تمام يا اولاد when لما بتيجي في الجمله العاديه كده ما بيبقاش معناها متى ما بتبقاش معناها سؤال لا دي بتبقى معناها ايه بقى سوري انا جايبه اهو وين معناها عندما هي بتربط بين الجملة بتكون معناها عندما تمام؟ طيب أكمل بصوا هنا When I travel عندما أنا بسافر I pack أنا برتب my clothes in my أنا برتب هدومي في إيه بقى؟ ها أكيد ها إحنا شفنا باك هتنده على مين؟ على سوت كيس على طول تمام؟ حقيبة السفر طيب تعالوا نشوف بصوا هنا كده في رقم 4 I bought أنا اشتريت new swimming إيه بقى جديد خاص بالسباحة to swim in the pool علشان لكي أعوم به في حمام السباحة هشتري إيه؟ كوت بلطو هشتري سكارف هشتري أمبريلا ولا شورتس swimming shorts شورت سباحة اللي هو المايو تمام number 5 when it's cold عندما الجو يكون بارد I wear my a and scarf لما أنا هربط هنا بين الجو ادي قصده بيها الجو cold بارد فأنا محتاج إن أنا ألبس إيه محتاج إن أنا ألبس بلطو كوت ومحتاج إن أنا ألبس كمان scarf شال أو كوفية تمام طيب تعالوا نروح نشوف سؤال الماتش بيقول لي نمبر 1 I will pack يعني انا سوف ارتب ايه ها اكيد بصوا اتكررت قدامنا كذا مره وده الهدف فعلا من الحل ان انت يتكرر قدامك السؤال كذا مره خلاص بقى احنا حفظناها احنا لقينا pack هنختار معاها سوت كيس على طول تمام نمبر 2 I wear sneakers انا برتدي الحذاء الرياضي ها اكيد انت بترتدي الحذاء الرياضي فين في ايديك ولا في رجليك اكيد في رجليك on my feet اربطه بين الفيت القدم وبين الشوز او السنيكرز number 3 I need a sweater because انا بحتاج البلوفر علشان ايه ها بحتاجه علشان it's cold at night تمام number 4 my pajamas are يعني البيجامة بتكون ايه؟ احنا اتفقنا خلاص ان البيجامة دي بيعتبروها جمع بره لان هي مكونة من جزئين اهي
البيجامة عندي اهي مكونة من قطعتين، من الجاكيت بتاع البيجامة وبين البنطلون، فمش هينفع ان انت هما يعني هم متفقين طالما حاجة من قطعتين مش هينفع ان انت تلبسها لوحدها، فهي بتتقال جمع. زي برضو السنيكرز جمع، بصوا اهي جمع، ان انت مش تلبس فردة لوحدها، حاجة مكونة من جزئين. الجلاسز حتى اكيد مش تلبس عدسة وعدسة لا، بس برضو مكونة من قطعتين فبيخلوها جمع على طول. علشان كده هنا البيجامز اتقال عليها ار تمام. My pajamas are a striped. Striped يعني البيجامة بتاعتي مخططة. تعالوا بقى لآخر سؤال، وهو سؤال البنكتويشن، ونحله مع بعض. وأكيد أكيد أول حرف على طول أول ما أشوفه، طالما أول حرف في الكلام يبقى لازم على طول أكتبه إيه؟ ها؟ لازم على طول أكتبه كابيتال، لأن إحنا اتفقنا مع بعض إن لازم نكتب أول حرف في بداية الكلام، سواء بقى جملة أو سؤال، لازم أول حرف يتكتب كابيتال. فعلشان كده انا هكتب على طول حرف الاي كابيتال. طيب وافضل امشي بقى اي دونت، ايه ده؟ تعالوا نشوف كده، هي دونت هنا دي مقصود بيها ايه؟ دونت، تعالوا كده نفكر مع بعض. دونت اصلا المفروض تكون دو ونوت، دو ونوت. تعالوا نشوف ازاي. بصوا يا اولاد، يعني هنا اهي دو، بصوا كده المفروض تبقى دو ونط، تمام؟ طيب الاختصار بتاعها بقى، لا انا بحطها كده جنب بعض على طول وبقول دونت، بعملها كده اهي دونت، تمام؟ فهنا هو ده الاختصار، هو ده المفروض اللي انا بكتبه، اللي هي الابوستروفي دي. فالابوستروفي دي هكتبها هنا، وخلي بالكوا الابوستروفي دي بتبقى فوق السطر، هي الفصلة العليا. بصوا اهي الابوستروفي ديت يا ولاد هي الفصلة العليا، هي اللي بتتكتب فوق السطر، هي اللي بتتكتب فوق السطر وبتوضع في الاختصارات، تمام؟ طيب خلاص انا عملت الابوستروفي، بعد كده افضل امشي مفيش اي حاجة تاني. طب في اخر الجملة دي هكتب ايه؟ هشوف هي دي جملة ولا سؤال. طب انا هعرف منين؟ اول كلمة هي اللي هتحدد لي. اول كلمة هنا ايه؟ الاي. الاي دي ضمير من ضمائر الفاعل، وضمائر الفاعل بتبدا بالجمله الانجليزيه بيها لازم، فاكيد دي هتكون جمله، وفي الجمله بحط في اخر الجمله فول ستوب، اهي نقطه بحطها في نهايه الجمله، بس بحطها في دايره علشان تبان كده والمصحح يشوفها وتبقى واضحه. طيب تعالوا كده النمبر 2، which pajamas does she like. ايه ده بدات بويتش، هي ويتش دي ايه يا اولاد؟ ويتش دي اداه استفهام، تمام؟ ويتش دي ويتش أداة استفهام معناها أي، أنهي يعني، هي بستخدمها للاختيار بين الأشياء. المهم إنها أداة استفهام، أنا كده عرفت إن أنا هعمل سؤال. طيب بس برضو أنا هبدأ أول حرف إيه؟ كابيتال، لأن أول حرف جملة أو سؤال لازم يكون كابيتال. طيب تعالوا كده نشوف ويتش بيجامز داز شي لايك، مفيش فيها أي حاجة، بس في الآخر بقى هكتب إيه؟ هكتب علامة استفهام، لأن ده سؤال فلازم في نهاية السؤال احط question mark، تمام؟ كده حلينا كل اسئلة درسنا، يا رب تكونوا فهمتوه. يا ريت من فضلكم تدوسوا لايك على الفيديو علشان يترفع ويظهر للناس كتير ويستفيدوا بيه، وباي باي.